أمر أمر يا ملك الغابة يا عظيم. مش شايف إن إحنا بقالنا مدة معرفناش حاجة عن أصحاب من المرة اللي إحنا خلاص خلاص أنت لازم تفكرني، خلينا في اللي إحنا فيه. عندك حق، أصل كان منظرك وحش قوي بعد اللي عمله معك ملك الملوك. لازم انتقم. عايز تنتقم؟ مفيش مانع، بس المهم تفكر كويس وتعرف ازاي تنتقم من اصحاب اسمه ايه ده من غير ما يغلبك زي كل مرة. عندك حق، لازم نفكر كويس ونخطط كويس. اسمع، انا عايزك تروح الغابة وتشوف اخبار اعوان اسمه ايه ده وتيجي تبلغني. حاضر يا ملك الغابة العظيم. وبابا ملك الملوك قال كمان: احبوا اعدائكم، لان هو ده الفرق اللي بيميزنا عن غيرنا، واللي مش هيحب اعدائه ما يعرفش يدخل قصره ولا يحضر حفلته الكبيرة. يعني يا فيلي لو حد شتمني أسكت له؟ تخيلوا لو إحنا شتمنا اللي بيشتمنا، هيسكت؟ أبداً.
هنفضل نزعق في بعض ونتخانق لغاية ما حد يعور التاني ويبهدله، يبقى كسب إيه؟ لكن لو قدمنا له حب أكيد هيجي الوقت اللي يحبنا فيه ويعرف إن تعليم بابا ملك الملوك جميلة ويحب يعمل زينا. بس صعب قوي أحب أعدائي. لما تلاقي نفسك مش قادر تحب عدوك افتكر بابا الملك هو اللي هيديلك القوة عشان تحب عدوك. وقال لهم كمان اللي يشتمنا ما نشتموش، قال ايه؟ ولازم نحبه. انا ما بحبش التعليم دي ولا بحب اللي بيقولها. قلت لي مين اللي كان بيعلمهم الكلام ده؟ فيلو. هو فيه غيره؟ هو اللي عمال يملى ودنهم بالكلام اللي سمعته ده. انا هعرف شغلي مع فيلو ده. لازم نعمل حاجة تفضحه وتخليه مكسوف قدام اصحابه، والكلام اللي قاله يبقى هو نفسه ما بيعملش بيه. لازم نعمل حاجة، لازم نعمل حاجة. انا جيت. اهلا يا تمسي، كويس انك جيت دلوقتي. تحب تساعدنا؟ اوي اوي اوي. تديني ايه؟ مش تعرف الاول هتساعدنا في ايه؟ مش مهم، المهم تديني ايه؟ هديك كل اللي انت عايزه. انت حبيبنا يا تمسي، وكل اللي انت عايزه هديهولك. شكرا شكرا يا سيد قرصان، وشكرا. ودلوقتي اسمعوني كويس، بابا ملك الملوك بيحبني، بابا ملك الملوك بيحبني، وبصدره الحنون بيضمني، وبصدره الحنون بيضمني. اي 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 يا رجلي، اي يا رجلي، اي اه اه ايه ده؟ رجلي رجلي رجلي. اي كده كده برضو يا تمسي كده. بابا ملك الملوك بيحبني، اي وبصدره الحنون بيضمني، بابا ملك الملوك بيحبني، اي وبصدره الحنون بيضمني، بابا ملك الملوك بيحبني وبصدره الحنون بيضمني. برافو عليك يا تمسي، برافو عليك. عايزكم تعملوا الخطة التانية. أكيد الخطة التانية أجمل وأحلى من اللي فاتت. ده فيلو هياخد درس عمره ما هينساه. بس اشمعنا فيلو بالذات يا سيد قرصان؟ ما نعمل الحيلة دي مع أي حد تاني غير فيلو. لا، ما أنا عايز فيلو بالذات هو اللي نعمل معاه كده، علشان هو اللي كان بيعلمهم المحبة. هنشوف بقى هيقدر يحبك بعد كل اللي عملته معاه ولا لا. أكيد بعد كل المقالب اللي عملتها فيه هينسى. مش بس تعليم ملك الملوك، ده هينسى اسمه كمان. وافرد يا سيد قرصانو انه كره تمسي، قولي بقى احنا هنستفيد ايه؟ لو خليناه يكره تمسي يبقى كل اصحابه هيتعلموا يكرهوا وما يعرفوش يحبوا بعد كده. وبالطريقة ديت ابقى قضيت على كل تعليم اللي اسمه ايه ده؟ فهمتوا؟ يا سلام عليك وعلى أفكارك يا سيد قرصانو. يا سلام. يا سلام. فيلو فيلو فيلو، الحق يا فيلو، الحق يا فيلو. ايه ايه في ايه يا تمسي؟ أرنوبة أرنوبة يا فيلو، أرنوبة
اتعورت وحالتها وحشة خالص. الحياة فيلو. ايه؟ انت بتقول ايه؟ وايه اللي عورها وازاي؟ كانت ماشية في الغابة وفرع شجرة وقع عليه وبعدين؟ مفيش وقت، هبقى احكي لك في الطريق. بس يلا يلا تعالى معايا بسرعة نلحقها. يلا 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 بسرعة يلا. شحن شحن شوية، تمسي زمانه جاي وجاي فيلو معاه. ما تخافيش انا خلصت اهو. طب يلا خبي الحفرة كويس عشان ما تبانش. على مهلك شوية يا تمسي، أنا تعبت قوي من الكاري. يا فيلو إحنا لسه مشينا يا فيلو. يا فيلو يا تمسي بخ، أنتوا رايحين على فين؟ إحنا رايحين إحنا رايحين نطمن على أرنوبة. أرنوبة؟ مالها أرنوبة؟ أصل وقع عليها فرع شجرة. شجرة عورها. امتى وفين وازاي؟ انا لسه شايفها وكانت زي الفل. يلا بينا يا فيلو، يلا مالكو ده هيعطلنا. يلا ما تسمعش كلامه يا فيلو، دي ارنوبة زي الفل ما اتعورت ولا حاجة. معلش يا مانكو، انا لازم اروح اطمن عليها بنفسي. خلاص انت حر، عن عموم انا نبهتك. على فين؟ انت مش جاي معانا؟ لا يا عم، اصل انا ورايا شجرة موز ورايح اكلها كلها. سلام. انت جايبني من هنا ليه؟ مش هو ده طريق ارنوب؟ تعالى بس احنا وصلنا خلاص. تعالى. ايه ده؟ مرة؟ ايه ده؟ اي 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 ايه ده ايه ده ايه ده اي 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 ايه ده ايه ده ايه ده اي 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 ايه ده ايه ده ايه ده. يلا يا تمسي يلا. يلا تمسي ايه؟ اي يا رجلي، اي يا جسمي، يا رجلي كده، يا جسمي. أنا لمحت مرة وسعسع وهم بيرموني بالطوب، وتمسي هو اللي وقعني في الحفرة. هو أنت عملت حاجة وحشة معاهم خليتهم يعملوا فيك كده يا فيلو؟ أبدا صدقيني ما عملتش أي حاجة تزعلهم مني. يبقى أكيد الموضوع فيه قرصانه هو اللي مسلطهم وخلاهم يعملوا معاك كده يا فيلو. طيب ليه؟ من غير ليه؟ قرصانه بيحب يضرب ويبهدل كل أولاد ملك الملوك. طب وليه تمسي يساعدهم؟ ما انت عارف يا فيلو تمسي ده بتاع مصلحته، شوية مع دول وشوية مع دول. بقى كده برضو يا تمسي كده؟ طيب. يا سلام سلام، ايه الحلاوة دي؟ أكيد هدية جميلة من القرصان. أنا هروح لحد الشجر اللي هناك دي وافتحها هناك. الحقوني. ايه ده؟ مين اللي بيصوت؟ تمسي؟ ايه اللي حصل لك يا تمسي؟ الحقيني يا مرة. ايه اللي وقعك في الفخ ده؟ الحقيني يا مرة، الحقيني، نزليني اعملي معروف. ايه ده فخ عمله قرصانه، كان حاطه هنا عشان يصطاد حد من اصحاب ملك الملوك، لكن انت اللي وقعت فيه. يا ست الحقيني، ارجوك الحقيني، نزليني من هنا. انا اسفه يا تمسي، لو نزلتك وفكيتك يمكن قرصانه يزعل مني. انا هروح له الاول واقول له. وانت لسه هتروحي له؟
أرجوك أرجوك يا مرة نزليني، أعملي معروف. يا عالم يا عالم، حد يلحقني، حد ينزلني من هنا يا عالم. إيه ده؟ تمسي؟ إيه اللي جرالك؟ هو مش ده الفخ اللي حطه قرصان عشان يصطاد بيه أعوان ملك الملوك؟ اصطادك انت يا حلو. يلا يا سعسع، يلا يا سعسع، فكني اعمل معروف. نزلني من هنا. قوي قوي، هنزلك حالا. ايه ده؟ دي الهدية اللي اديها لي قرصانه علشان اللي عملته فيلو. يعني قرصانه يديك انت الهدية وانا لا؟ طيب الهدية دي من نصيبي انا. ايه ده؟ الهدية بتاعتي، الهدية بتاعتي، هديتي. طب بلاش، طب بلاش تنزلني، بس سيب الهدية، بلاش تنزلني، سيب الهدية بتاعتي. ايه ده؟ تمسي؟ مين؟ فيلو؟ لا فيلو، لا بلاش، بلاش تأذيني يا فيلو، انا ماليش دعوة، انا ماليش دعوة يا فيلو، بلاش تأذيني. هي دي فرصتك عشان تاخد بطارك منه. افتكر كل اللي عمله معاك، انتقم منه، انتقم منه. وبابا ملك الملوك قال كمان: احبوا اعدائكم، لان هو ده الفرق اللي بيميزنا عن غيرنا، واللي مش هيحب اعدائه ما يعرفش يدخل قصره ولا يحضر حفلته الكبيره. ما تخافش يا تمسي، انا هنزلك، أنا هنزلك. معقولة؟ معقولة اللي عملته معايا ده يا فيلو؟ بعد كل اللي عملته معاك؟ بابا ملك الملوك علمنا إننا نحب الكل حتى أعدائنا، وقال كمان إننا ما نقابلش الشر بالشر، وهو ده اللي بيميزنا عن غيرنا. سمنا على عسل على طحينة اللي انتوا قلتوا لي دوت؟ يعني ايه؟ كل اللي بنيته لحد تاني؟ يعني ايه؟ يعني قدر يغلبني ملك الملوك؟ المرة الجاية لازم انتم، لازم انتم.